زيارتي 3 مرات للمغرب، وبعد ما تعاملت مع مغاربة كتير جدا، تعرفت على أصدقاء كتير جدا، اكتشفت إن الثقافة التاريخية المصرية الفرعونية مش موجودة خالص هنا. معظم الناس ما يعرفوش أبسط الأشياء عن مصر، عدد أهراماتها قد إيه، أو يعرفوا مثلا ملك من ملوك الفراعنة زمان اسما فقط أو أي معلومة، لأن معظم أجانب العالم يعرفوا مصر، يعرفوا توت عنخ آمون، يعرفوا الأهرامات، يعرفوا يعني إيه مقبرة، يعرفوا يعني إيه اللغة الهيروغليفية. حبيت بشكل مبسط عفوي أعرف بعض الناس والشباب كبار وصغيرين حاجة ولو بسيطة عن مصر. ابتديت ألف الشوارع وأسأل الناس وأشجعهم بهدايا بسيطة فرعونية من مصر، بس للأسف الغالبية العظمى برضو طلع معلوماتهم ضعيفة جدا وتكاد تكون زيرو. فحبيت أنمي المعلومات دي وأوصلها لأكبر عدد ممكن على قد إمكانياتي وعلى قد وقتي في المغرب. تعالوا مع بعض نشوف إيه اللي حصل لما قابلت الشباب والناس الكبار وسألتهم عن مصر أو الفراعنة أو تاريخ مصر وبالأخص الأهرامات. إن شاء الله الفيديو عجبكم، تتبسطوا معايا زي ما أنا اتبسطت بالناس الجميلة جدا اللي قابلتها وكفاية إن أنا اتعرفت بيهم. يلا بينا. مساء الفل يا ست وفاء. ست وفاء من متابعيني على التيك توك، وأنا في كازابلانكا دلوقتي، قابلتها واتشرفت بيها يعني عشان تفرجنا على كازابلانكا، بس انا استغلت الفرصه عشان عايز اديلها هديه فرعوني. ست الكل، نعم، ازيك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. هسالك سؤال بخصوص الفراعنه، جاهزه؟ عندك خلفيه عن قدماء مصريين؟ شويه، مش خلفيه يعني، من ايام الدراسه من الاعدادي. والإعدادي أنا شاركته في 1973. ما شاء الله. أنا شديت إجازة في الحقوق 1980. ما شاء الله، ربنا يديكي طول العمر. شكرا. طيب أنا هسألك حاجات بسيطة وإن شاء الله جاوبي وأديكي هدية في العمر. إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا طيب. كمان لي هدية لك. الله يخليك. والله العظيم. أنا هديتي إني شفت حضرتك. شكرا والله. جزيلا. طيب طبعا تسمعي عن الأهرامات. أيوه. تعرفي كم هرم عندنا في مصر؟ ثلاثة. برافو عليك. بس هما دول يا ست وفاء المعروفين. معروفين عالميا. عالمي. بس احنا عندنا اكتر من كده. اكثر. طيب اساميهم ايه بقى؟ توت عنخ امون. لا، توت عنخ امون ده ملك. 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 طب بالمناسبة توت عنخ امون يعتبر اصغر ملك حكم مصر ولا اكبر ملك حكم مصر؟ اكبر. لا، اصغر ملك حكم مصر. طيب نرجع بقى مرجعنا. اسامي الاهرامات خوفو، خفرع، ومنقرع. الهرم الكبير خوفو اتبنى بكام سنة؟ ايه ده يا ست وفاء؟ لا والله انا عايز اقسم بالله العلي العظيم، انا عايز اكذب عليك. انا عايز اديك هديه. طب عايز اديك هديه. كفايه ان انا شفتك، دي حاجه بسيطه يا ست وفاء، ويعني مش قد المهم. لا بالعكس، لها قيمه. هو ده مين؟ هو ده توت عنخ آمون. برافو عليك. هو ده توت عنخ آمون اللي حير العالم. يونس ازيك؟ اول حاجه هذا السيد لعمر ادار، اعمل له سبسكرايب وابوني واعمل الاشتراك، زي الاشتراك. الله يعمر ادار، محببك في المغرب. الله يخليك. في مدينه الصويره بلدك الثاني. الله يخليك. مصر ام الدنيا، اهل الكرم واهل الجود، ومرحبا باهل مصر في مدينه الصويره. ربنا يعزك. مدينه الرياح، انظر الى الجو هادئ والجو جميل، بس الحمد لله فيش رياح. فيش رياح. نعم. طيب يونس حبيبي، عايز ادي لك هديه. عايز ادي لك هديه فرعونيه. مرحبا اخي. بس هسالك سؤال. اسال. يخص الفراعنه، يعني بخصوص الفراعنه او قدماء مصريين. مصريين. لو جاوبت صح هدي لك هديه. اي مرحبا. اوعى بقى، اوعى ما تجاوبش. اوعى. سوف افكر، سوف اعصر عقلي، كانت جيده سوف. طيب بص يا حبيبي، انت عارف ان هنا عندكم اللغه الامازيغيه. امازيغيه. نعم. صح؟ القديمه. قديمه. نعم. ما زالت مستخدمة وكل حاجة، بس هي قديمة. طيب احنا عندنا القدماء المصريين كانوا بيستخدموا لغة خاصة بيهم. بيهم. تعرف اسمها ايه؟ اسمها اللغة الفرعينية خاصة. لا. قديمة. لا لا، ليها خاصة. اسم. ليها اسم. ليها اسم. مثل الأمازيغية عندنا. مثل الأمازيغية. يعني يعني زي ما اللغة، زي ما الأمازيغ عندهم اللغة الأمازيغية. نعم. المصريين القدماء عندهم لغة خاصة بيهم، اسمها ايه؟ والله ما عندي فكره. ادي زمطتني فيها يا اخي. طيب احنا عندنا كم هرم في مصر؟ هرم عندنا كم الاهرامات؟ كم هرم؟ هرم كاين هرم واحد، اثنان،
ثلاثة. برافو عليك. ثلاثة الأهرام دول المعروفين، بس احنا الحقيقة عندنا حوالي 120 هرم فضائي. 120 تخيل. 120. طيب أنا بس حابب إن أنا أوصلك المعلومة مش أكتر. نعم. وهدي لك الهدية برضو عشان أنت حبيبي. مرحبا. تسلم. وكلنا مع بعض. تسلم. كراب وجمبري. تسلم. نعم. اللغة المصرية الفرعونية زمان كان اسمها اللغة الهيروغليفية. 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 وكانوا بيكتبوها على ورق باردي. باردي. نعم. الورق مخصوص، ورق قيم كده تخين اسمه ورق الباردي. انا هدي لك ورقه باردي من ورق الباردي بتاع المصريين القدماء عشان تفتكرني بيها. ميرسي بوكو والله. افيك بليزير. الله يخليك. يعني والله اشكرك شكرا جزيلا على هذه الهديه. الله يخليك. هذه معرفه بآل مصر. دي اللغه الهيروغليفيه. اللغه الهيروغليفيه. نعم. انا لدي فكره كانوا يتواصلوا بهذه الرموز. بيستخدموا الرموز والرسومات. بس الاسم اللي بتاعها ما بعرفها. هديك عشان ده وريها لهم بقى عشان اخواتنا المغاربه اللي اتفرجوا على الفيديو يشوفوا اللغه. اللغه المصريه القديمه. الهيروغليفيه. ويعرفوا ان اللغه اللي كان بيستخدمها الفراعنه زمان عندنا اسمها اللغه الهيروغليفيه. الهيروغليفيه. انتوا اهل كرم واهل سفاء. والله مرحبا بك يا اخي. وانا سعيد في وجودي بوسطكم والله. اهلا باهل مصر والله. مرحبا في اي وقيته. شكرا يا مرحبا بك يا اخي. والله تشرف. الله يخليك. من حديقه الهاو في اجادير قابلت مجموعه من الشباب زي الورد ما شاء الله. قررت اعمل لهم الاختبار بتاعنا. مساء الفل عليكم جميعا. طيب هم كلهم من اجادير. هتعرف عليهم كده واحد واحد. انا حسام. شرفين. انا رباب. رباب. جيهان. فاطمه الزهراء. ياسمينة. ايناس. محمد. سفيان. طيب نبتدي بفاطمه الزهراء. فاطمه. تعرفي يا فاطمه الاهرامات؟ سمعتي عن الاهرامات قبل كده؟ نعم. سمعتي عنها؟ نعم. طيب قربي كده شويه عشان الصوت. طيب تقدري تقولي لنا بقى في كام هرم عندنا في مصر؟ كان عارف واحد الهرم ديال الجيزه. هم في الجيزه. اوكي بس هم كام هرم؟ ثلاثه. برافو. برافو ما شاء الله. طيب هم دول الثلاث اهرامات المعروفين، بس احنا عندنا في مصر اكتر من 100 هرم. تخيلوا. بس اللي مشهورين هما الثلاثة دول لأن لسه على حالتهم، لسه زي ما هما كده بشكلهم نوعا ما. أوكي؟ طيب قولي لي بقى أسامي الثلاث أهرامات عشان تاخدي اللي ليا. معرفش. أديني اختيارات. لا. يعني هو أهم حاجة إن تكوني عارفة أساميهم. ما معرفش. طيب مين عارف أساميهم؟ عارف اسم اثنين. طيب يلا يا سفيان. واحد اسمه خوفو. ايوه. والثاني خوفو. ايوه. والثالث منقرع. برافو عليك. انت اول واحد تاخد ديه. طيب انتوا عارفين ان احنا عندنا ملكات، يعني سيدات حكموا مصر. برافو. انا عايز بقى اسم ثلاث ملكات من اللي حكموا مصر من الفراعنه. زلي. لا هو انت برضه يا سفيان هتاخد الشنطه كلها. قول. سفيان مثقف نوعا. قول يا سفيان. نفرتيتي. ايوه برافو. كليوباترا. ايوه برافو. فاضل واحده. حتشبسوت. هي حتشبسوت هي صعبه شويه لان يعني مش معروفه واسم صعب. مش معنى عرفت نفرتيتي وكليوباترا. كليوباترا عرفتها في التاريخ. في الدراسه. في الدراسه. ونفرتيتي مسلسل يوسف عليه السلام. طيب خلاص انت اول واحد تاخد هدية يا مستر سفيان. تفضل يا سيد سفيان. طيب عارف دي ايه ولا مش عارف؟ ده ورق باردي اللي كان بيستخدمه الفراعنة زمان في الكتابة، بس ده عليه صورة عشان يعني سيفونير. سيفونير. طيب احنا ما ينفعش ندي هديه لواحد بس وكل ده ما ياخدش. عايز حد يكون عايز حد يكون عنده معلومه تاريخيه فرعونيه او معلومه عن مصر او فراعنه مصر يقولها لنا وادي له هديه برضه. هناك احد الاهرامات. استنى قول. لا اعقل على اسمي. المهم هناك الشمال والجنوب والشرق والغرب. برافو. كلها يو نو. يعني قصدك ان الهرم بيشير للاتجاهات الرئيسيه؟ يا هذا. برافو عليك. هو فيها جزء صح.
عشان كده هدي لك هدية برضه تستاهل. اتفضل سقفوا له بقى اشمعنى هو يعني مش انا. مش هندي هدية البنات ولاد بس ينفع؟ بإذنك. فاطمة انت جاوبتي على سؤال من يعني نص السؤال بتاع الاهرامات، فهسألك حاجة تانية برضو تخص الاهرامات، لو جاوبتيها هديك هدية، انا كده كده هديها لك. شكرا. بس لازم اتعبك شوية. طيب في جنب الاهرامات تمثال اسمه ايه؟ ابو الهول. برافو. طيب شكله ايه؟ ايه المميز فيه؟ جسم انسان، جسم اسد. جسم اسد ورأس انسان. برافو عليك. طب ليه؟ يرمز للقوة. بجد مش حاجة تانية يعني؟ طيب شاطر، برافو عليك. شكرا. طيب انت عشان شطورة هخليك انت تمد ايدك وتنقي الهدية اللي انت عايزاها. مش مشكلة. طيب عارفة دي ايه؟ شنطة. شنطة شنطة بتسموها مزراب؟ بسطام. بسطام، اوكي. ده بالامازيغي؟ بالدارجة. طب بالامازيغي؟ اخد منك معلومه بقى انا كمان. اقرب. مبروك عليك الاقرب. شكرا. لحظه. الله يخليك. طيب يا شباب انا اتشرفت بيكم جدا جميعا. شباب زي الورد زي الفل، مبسوط كنت معاكم. يا رب تزوروا مصر وتتبسطوا ان شاء الله. يا باي باي. باي باي. على شاطئ محيط مدينه الصويره قابلت ملاك قاعد على الشط بيتفرج على المحيط. صباح الخير. هاي. ازيك؟ الحمد لله. شو اسميتك؟ نهى. نهى. ازيك يا نهى؟ انت مغربيه؟ والله. والله. من انهي مدينه؟ ريبه. طب وبتعملي ايه في الصويره؟ فاكونس. فاكونس. ما شاء الله يا بختك. الصويره مدينه جميله جدا يا جماعه، والحقيقه يعني كان بيقولوا سمعت كتير مدينه الرياح مدينه الرياح، جيت هنا مش شايف اي رياح بصراحه. يعني زيها زي اي مدينه قبل كده، يمكن يكون في الشتاء. طيب يا ست نهى هسألك أسئلة. تعرفي القدماء المصريين؟ فرعنا؟ شوية. عندك فكرة عن تاريخ مصر؟ شوية؟ جامدة. أصل كله قبل كده قال لي عندي وما زيرو. طيب أنا هسألك سؤال ولو جبتي صح هديكي هدية فرعونية من الشنطة عندي هنا. أوكي؟ جاهزة؟ جاهزة. أنت تعرفي إيه أشهر حاجة عندنا في مصر؟ أهرامات. برافو عليك. يعني عارفه ان احنا عندنا اهرامات. ينسى. طيب عددهم قد ايه يا نهى؟ ثلاثة. برافو عليك ما شاء الله، البدايه موفقه يعني مبشره كمان. طيب تعرفي اساميهم؟ سي خوفو خفرا منكرا. ما شاء الله، انت اول واحده تجاوب من اول مره. قوليهم تاني كده، اصل انا مش مصدق نفسي. سهله ما كيسيون. يعني عارفاهم. طيب وتعرفي انهي واحد فيهم الاكبر؟ اكبر هرم فيهم انهي واحد؟ خوفو. يا جماعه دي فاجئتني والله، نهى فاجئتني. طيب تعرفي اتبنى في كام سنه هرم خوفو؟ 10 20 سنه مش متاكده. لا 10 ولا 20؟ ها 10 ولا 20؟ نقول 20. نقول 20. ما شاء الله صح 20 سنة، وفي ناس بتقول 21 سنة. برافو عليك والله يا نهى ما شاء الله. طب احنا عندنا في مصر زمان القدماء المصريين كانوا بيستخدموا لغة معينة، زي كده الأمازيغ عندكم هنا في المغرب كانوا بيستخدموا اللغة الأمازيغية زمان ودلوقتي. طيب لو قلت لي بقى، يا سلام يا سلام، لو قلت لي اسم اللغة دي أبقى مبسوط جدا والله. الهيروغرافيا. الهيروغرافيا. برافو عليك، انت عارفاها بس مش عارفه تنطق الاسم. مش متأكدة. الهيروغليفية. ما شاء الله عليك يا نهى، برافو عليك. انت من انهي مدينة؟ انا من الرباط. من الرباط. العاصمة. يعني عاش الرباط واهل الرباط. شكرا. انت عارفة انا عاش اهل مصر. الله يخليك يا رب، ده من ذوقك. انت عارفة انا ما صورتش خالص مع حد في الرباط ولا سألت لسه حد في الرباط، انت جيتي من الرباط عشان تسهلي عليا. مفاجأة. طيب هتحطي ايدك انت في الشنطة وتختاري الهدية اللي انت عايزاها عشان انت بجد فاجئتيني وما شاء الله عليك يعني. شكرا. يلا. ايوه السوستة اللي ورا دي.
صحيح؟ هكا حطي ايديكي ونقي اي واحدة. ايه رايك؟ ما شاء الله. دي شنطة، يعني انت عارفة ان دي شنطة صح؟ شنطة يعني ستايل عندنا بيتباع في حتة اسمها خان الخليلي، عارفة خان الخليلي؟ سمعتيش خالص عن خان الخليلي؟ خان الخليلي زي كده المدن القديمة عندكم هنا، يعني بيتباع فيها هدايا تذكارية وسيفونيرز كلها عن الفراعنة والحاجات دي. وبعدين فيها مسجد شهير جدا اسمه مسجد سيدنا الحسين، اللي فيه مقام سيدنا الحسين. معلومة جديدة اهي. طيب ورينا بقى، ورينا بقى شكل الشنطة عليكي كده. يعني اتمنى تكون عجبتك والله. الله يخليكي، ولايقه كمان على التيشيرت بتاعك. ثانك يو. مبروك يا نهى. شكرا. الف مبروك. متشكر جدا على وقتك الجميل ده. لازم تزوري مصر. ضروري. ان شاء الله. انا دلوقتي في شاطئ داليا، قريب جدا من طنجة وقريب من تطوان، يعني في شمال المغرب. شط جميل جدا. قابلت دينا. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. دينا مرشدة. الحمد لله. دينا مرشدة تبع جماعة خاصة برعاية الشط هنا، ويعني بيعملوا حاجات لطيفة جدا وعندهم انشطة هنا جميلة جدا. دينا عايزة اديكي هدية. نظير مجهودات كل اللي انتوا بتعملوها الحلوة في الشط. الله يخليك. هسألك سؤال فرعوني، ولو جاوبتيه هديك هدية فرعوني من اللي معايا في الشنطة دول. ماشي؟ اوكي. طيب انت تعرفي ان عندنا في مصر حاجة اسمها الاهرامات؟ ايوه. سمعت عن الاهرامات؟ ايوه طبعا. طيب. كتير بجد. عارف عارف عددهم؟ 120 لا مش بالظبط، يعني فوق ال 100. فوق ال 100. برافو عليكي، برافو عليكي. انت كده قربتي من 50% من الإجابة. طيب أشهر أهرامات عندنا هرم ولا اتنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. برافو عليك. طيب كده فاضل لك 20% وتاخدي الجايزة الهدية. تعرفي تقولي لي أساميهم؟ أيوه. بجد؟ والله. ده أنا هجري بقى، ده هجري كده. قولي لي أساميهم. أول خوفو حفرة منقرع. لا لا ده أنت مذاكرة بقى. طيب برافو عليك. طب تعرفي خوفو، هرم خوفو اتبنى في كام سنة؟ انت كده خلاص ليك عندي هدية. بس هسألك سؤال جانبي، تعرفي هرم خوفو اتبنى في كام سنة؟ اللي هو الكبير. 20 سنة يا دينا، تخيلي 20 سنة بيبقوا فرق. مبروك عليكي، كسبتي هدية فرعونية. طيب تحبي الهدية ورقية ولا قماشية؟ قماشية. اللي بغيتي. مرحبا والله. اللي بغيتي انت. الله يخليك. خلاص انا هديك هديه قماشيه. اوكي ماشي. يلا اقول لك على حاجه، انت مدي ايديكي وخدي اللي انت عايزاه من الشنطه. نقي انت بجد. ما شاء الله نقت احلى. ورينا طلع ايه. شكرا. ما شاء الله. عجبتك؟ والله كتير حلوه. الله يخليك. شكرا بزاف. ده حاجه بسيطه جدا، نظير مجهوداتكم اللي انتوا بتعملوها والله على الشط. فرحتيني والله. شكرا بزاف. الشط جميل جدا ونظيف، وهما بيعملوا خدمات كتيره جدا هنا، خدمات ثقافيه وترفيهيه وصحيه، حتى بيساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصه، وما شاء الله يعني الشط على طول نظيف، لان هم عاملين حمله بيئيه لتنظيف الشط وتخلص من النفايات والبلاستيك، ويعني عاملين شغل جبار. ودينا يعني لوحدها باور، باور للمكان. دينا انا مبسوط اني قابلتك وشفتك النهارده. والله انا كمان اكثر مبسوطه بمعرفتك. الله يخليك. شرف معرفه ناس مثلك. الله يخليك. مرحبا بك عندنا في المغرب. الله يخليك. الله رسول عين الله. شكرا بزاف، فرحتيني. الله يخليك. صباح الخير يا مروان. صباح الخير. ازيك عامل ايه؟ انت من الصويرة؟ من الصويرة. من الصويرة. تعرف ايه عن الفراعنة؟ اعرف شوية. عندك معلومة يعني؟ شوية شوية. فعلا؟ طيب انا هسألك سؤال. أيوة. ولو جاوبت هدي لك هدية فرعونية في الشنطة معايا. اوكي؟ صافي؟ اوكي شوية.
لا بجد. طيب عشان الاطاره. طيب شوقك. طيب طيب احنا عندنا كام هرم في مصر يا مروان؟ هرم كام هرم؟ تعرف الاهرامات؟ نعم نعم. اه خراب عليك. خمسه. طب فكر شويه كمان اساعدك. ثلاثه هنا في مصر. ثلاث اهرامات. طيب الهرم الكبير اسمه ايه؟ انت عارف بس عايز تركز. عارف ايه الحرف الاول؟ خ. محدش يجاوب. طيب اسمه خوفو. خوفو. ثلاث اهرامات خوفو خفرع منقرع. خوفو. خوفو اكبر هرم. اتبنى في كام سنه؟ أنا ما اتبنى ب 20 سنة. 20 سنة. تخيل؟ قرن. يعني ما شاء الله قعدوا 20 سنة يبنوا فيه. أنت عارف إن الهرم مبني من بلوكات صخر. صخر. حجر كبيرة. وزن البلوك فيهم من 2 ل 5 طن، تخيل؟ يعني ما شاء الله. الحجر الواحدة من 2 ل 5 طن. تخيل كانوا بيشيلوه إزاي وبينقلوه إزاي ويرفعوه إزاي. الموضوع صعب. صح؟ نعم صعب. طب ارتفاع الهرم كام الكبير؟ الهرم؟ برضه ما تعرفش. 146 متر. تخيل السحاب. يا اعلى من ناحيه السحاب يا اسطى. على الرغم انك ما جاوبتش. على الرغم انك ما جاوبتش بس برضه هديك هديه. صورت المغرب. وري بقى الناس. عارف ايه ولا مش عارف؟ نعم. زليخه. زليخه. الناس كلها هنا عارفه زليخه مش عارفين. طب ما تعرفش كليوباترا ولا؟ اه كليوباترا عارفه. كليوباترا. طيب دي رسومات فرعونيه زمان. دي اللغه الفرعونيه. مش هقول بس دلوقتي عشان هسال حد غيرك ايه هي اللغه الفرعونيه. اوكي. ده اسمه ورق باردي. ورق الباردي ده اللي كان بيستخدم من زمان. ما كانش فيه ورق ايام الفراعنه. كان فيه ورق باردي بياخدوه من النباتات. اتشرفت بيك يا مروان. اتشرفت. الله يخليك.